السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله الشيخ الفاضل. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. نعم. يوجد عندنا أسرة رجل طلق امرأته ثم تزوج عليها. طلق امرأته ثم تزوج. تمام جيد. بعد أن انتهت عدتها أم لا؟ بعد عدتها. ابنة المرأة الأولى عندها 17 عام. ابنة المرأة الأولى؟ نعم. عندها ابنته يعني؟ 17 عام. ابنته؟ ابنته. ايه. بسبب الضغط النفسي المرأة الأولى التي فيه قامت بالضغط على ابنته، فهذه البنت شربت السم ثم ماتت، هل يسمى انتحار لها؟ انتحرت طبعا، اذا كانت متعمدة انتحرت. يعني يعني ابوها طلق امها فشربت السم فماتت. لكن ذلك بسبب الضغط، يعني بسبب المشاكل بين الاب والام. انتحرت، امرها الى الله. سلام. الانتحار كبيرة من أشد الكبائر، كبيرة من أشد الكبائر.